يعني دكتور ثروت، هل وأنت مفوض استثمار في إقليم كنا نراهن عليه كثيرا اللي هو إقليم البتراء، هل كانت هذه المشكلة عائق في توطين استثمارات أو جذب استثمارات؟ هل لها أثر إيجابي بتعتقد؟ مساء الخير، شكرا لك سيدي، وشكرا لقناتك اللي تحمل الاسم عزيز علينا قناة الأردن، وشكرا لدعوتنا اليوم. الصحيح احنا من الواضح انه زي ما قال دوت الرئيس احنا دخلنا في عنق الزجاج من الفترة، والأردن لا سبيل له لخروج من مأزقه الحالي إلا بالاستثمار، والاستثمار فقط. صحيح. واضح الأردن الآن أغلقت الأبواب كاملة عليه، وبالتالي مبدأ الاعتماد الذات اللي أعلنه جلالة سيدنا في أكثر مناسبة مؤخرا هو المبدأ الصحيح اللي يجب أن يشكل نبراس للحكومات بكل مؤسساتها للسير قدما في حل أزمة الأردن. الاستثمار موضوع مش جديد، موضوع جديد قديم جديد، وكان سيدنا دائما سيدنا جلالة الملك يأخذ دور الرائد في هذا العملية في كل زياراته في الخارج، في أخذ المستثمرين معه، في أخذ رؤساء المؤسسات اللي معنية في الاستثمار، و يوفر لهم فرصة الجلوس مع 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 المستثمرين الأجانب في الدول الأخرى لحث العملية الاستثمار القدمة. لكن للأسف مؤسساتنا وأقول حكوماتنا دائما متأخرة عن ما يتقدم فيه جلالة الملك الأمام دائما، وبالتالي القرارات اللي أخذت امبارح في المبدأ في الشكل العام أنا بقول قرارات يجب أن تكون، ولكن في التفاصيل أحيانا يجب أن نقف بشكل واضح، لأنه الشيطان في التفاصيل. اثنين، في التوقيت أيضا، يعني تفضلت فيه أخي عمر بيك، التوقيت مريب رغم أنه افترض حسن النية في قرارات الحكومة، لكنه هو مريب. اثنين، التفاصيل أيضا، يعني أنا لما أقول أنه أنا المستثمر، أنا الاستثمار بدي الهدف منه بشكل مباشر هو خلق فرص عمل. لما أقول أنا بدي أعطي الجنسية، وأنا يعني المؤتمر الصحفي لمعالي وزير الإعلام أو ناطق رسمي لم يتحدث عن جواز استثمار مؤقت، تحدث عن جنسية، ونحن نفهم شو معنى الجنسية. نعم. جنسية معناها حقوق، مواطن برقم وطني. لم يتحدث عن جواز مؤقت، جواز استثمار، هذه ما كانت واضحة، أرجو أنه تتوضح إذا كانت واضحة لي. نعم. وبالتالي يجب أن نكون، لما أقول أنا مستثمر يضع مليون نص دولار أو مليون دينار في البنك المركزي لمدة 5 سنوات ويأخذ الجنسية، طيب بعد 5 سنوات بده يسحب المبلغ؟ يعني أنا كعمليا كأني أنا بقول أنه أنا هالوديعة اللي هالمستثمر لو حطها في بنك عادي بده يأخذ 4-5%، 40,000 دينار بده يخسر في 5 سنوات، 200,000 دينار، وبالتالي كأني بقول أنا ثمن الجنسية 200,000 دينار. يعني التفاصيل غير واضحة. المبدأ أنا بدي أخليه يستثمر مليون في فرص عمل للناس وليس في وديعة، إلا إذا كانت الدولة بحاجة إلى 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 سيولة. هذا موضوع، هذا موضوع ثاني. اثنين، الصحيح التوقيت كمان بدناش نحكي على موضوع صفعة القر وغيره، يعني بدنا نفترض حسن النية، لكن دولة الرئيس بيطلع قبل 4-5 أيام ويتحدث إنه إحنا أخذنا إجراءات، والحكومة اجتهدت، أخطأت وأصابت لكنها اجتهدت، أخذنا إجراءات منعت الدولة أن تذهب إلى الإفلاس في حال إنه وصلنا 100% نسبة الدين من الاقتصاد. طب أنت لست بقريب بعيد